الفاسدين، تغيير مفوضة الانتخابات. واما هذا 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 نقطه في البحر. اما تحكي لي على شغله الخور عبد الله وغيره، نقطه من البحر. فساد مستشري على مستوى الحكومه والبرلمان، وانا اضم صوتي لمن؟ الى صوت هؤلاء الشرفاء، وانا خادم صغير. والسلام عليكم ورحمه الله. تفضل. يعني انتم تطالبون بالاصلاحات، ممكن وجهك على الكاميرا شو تقدم خطوه لورا، يعني اين اصلاحات اليوم؟ مواطنين يطالبون بالعودة، جزء من أرض العراقي ستعود. هذا بالنسبة لنا كعشائر اليوم واقفين وقفة جادة مع أخواننا المتظاهرين ضد الفاسدين وضد المفسدين وضد القضاة اللي غير عادل وضد كل مشاريع الدولة اللي فاشلة، لأنه الدولة فاشلة ما قدمت شيء للشعب العراقي. ولذلك الشعب العراقي اليوم طالع بتظاهرة سلمية طالب بحقوق مشروعة وحقوق عادلة ضد الفاسدين وضد المفسدين. واليوم احنا شعبنا طالع تشوفه عشائر نساء رجال أطفال كل الفئات، المسيحية والصابئة والأكراد وكل الفئات هي تتظاهر أمام ساحة التحرير، هي ساحة النصر. واليوم كل احنا واقفين مع موقف السيد مقتدى. يعني انتم احد من اشخاص مقربين من اللجنه التحضيريه للمظاهرات. احنا حبيبي مو ناطقين باسم مقتدى الصدر ومقتدى المقربين، كعشائر نحكي عن ضوء عشائرنا، عن الاطائر العشائري اللي جميع الاصلاحات. احنا مع كل انسان يطلب الاصلاح، سواء مقتدى الصدر او سواء غير مقتدى الصدر، يطلب اصلاح مع الشعب العراقي وضد الفاسدين وضد المفسدين. واحنا نأيد كل انسان مصلح، سواء مقتدى الصدر او سواء غير مقتدى الصدر يطلب الاصلاح. الخادمكم شيخ محمد العطواني.